السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لتفعيل الـ DHCP على السيرفر. احنا نعرف في كثير من الشركات دائما يفضلون انه يكون عندهم الـ DNS والـ DHCP، خصوصا لما يكون انت عندك Active Directory. طيب شلون نفعل الـ DHCP؟ راح نحتاج صديقنا الـ PowerShell. نقول له PowerShell، هذا حاولوا تتدربون على الـ PowerShell، حقيقة رائع، جدا رائع. فنيجي هنا نقول له انستل، لان ممكن يكون الدي اتش سي بي غير محمل. نكتب له انستل ويندوز فيتشر ماينس نيم، وننطي اسم الفيتشر اللي يريد نحمله بالويندوز سيرفر. شنو هو دي اتش سي بي؟ هذا اللي راح ينطي للحاسبات اي بيات دايناميك، يعني ما راح نحتاج انه اي حاسبه نظيفه بالسيرفر، ما يحتاج انه احنا نكتب الاي بي مالته مثل اللي عملناهم باللاب بالبدايه. راح يكون من تلقاء نفسه هو الحاسبه ياخذ الاي بيات، هاي الحاله نسميها بالدي اتش سي بي. فهنا يعني للناس اللي هاي طبعا بطريقه البسيطه، اوكي هي بيها تفاصيلها ناقصا انكلود مانجمنت تولز، هاي مهمة جدا حتى نقدر نتحكم ايضا بال DHCP. هنيجي نقول له انتر حتى نحملها. فمثل ما قلنا لكم بعد ان عندنا اي حاسبة نربطها مع هذا السيرفر هو راح يعطي الاي بي، ما نحتاج انه احنا نضيف الاي بيات. ممتاز، نلاحظ هنا أنا نزل السكسيس، طلع عندك ترو فيتشر DHCP سيرفر. حلو حلو، كل شيء تمام هنا عندي. زين ننتقل للمرحلة الأخرى. طبعا هنا أنا ما أعرف ليش الفونت كلش كبير صار، خلوه شوي نصغر بالفونت. زين 28 يعني حتى أقدر شوية بس حتى يصير عندنا مكان للكتابة. هذا تمام 28 تمام. زين شو أحتاج؟ أحتاج إنه أضيف الـ DHCP سيرفر، وهنا أنا إضافة الـ DHCP سيرفر مفروض نعينها على الـ IP version 4 او على الـ IP version 6 او على اثنيناتهم 4 و 6. ممكن يكون انت عندك بالشركة مالتكم يعني يكون ناس تشتغل على IP version 6 و IP version 4، اوكي يعني 6 and 4. خلينا نجي هنا اول شيء نضيف على الـ 4. احنا راح نتعلم هنا add DHCP. في احد الشركات اتذكر اشتغلت معاهم كانوا يستخدمون version 6، yes كان يستخدمون فيرجن 6 and 4 كان عندهم. anyway نكتب هنا THCP at احنا مثل ما قلنا الحرف الاول دائما من كل كلمة THCP يكون كابيتال، سيرفر V4 scope minus name، اوكي هذا نضيف له فيرجن 4 and name مالته DHCP scope، هذا الاسم ده انطيه لانت اي اضافه تعمل فيرجن الدي اي سي بي سيرفر، اوكي انطي له اسمهم ايضا حتى عن طريق الاسم نستدل عليه. ناقصا start range، هذا القسم شوف بعد ما انطيت له اسم هسه تجي تحدد الاي بي رينج مالتك من يا رقم ليا رقم. ف احنا نعرف انه الاي بي رينج مالتنا 192 النيتورك 168.10 لهنا، هذا نيتورك صح. بوينت الاوكتت الاخرى راح شو تكون؟ الاي بي ادريس الاخرى راح تكون الهوست. خلينا نقول زين اول ثلاث ارقام من النيتورك هذه هو نيتورك، ما له علاقه بالهوست. هنا المفروض انه تختار دائما الارقام بعد الأرقام اللي تم حجزها لأشياء محددة. يعني مثلا شوف هذا السيرفر شنو الاي بي مالته، اخترنا له 10. حلو، عندنا سيرفر لاخ الكور 12. حلو، عندنا 14 المن للويندوز سيرفر مارف كلاينت احنا سويناه. تمام، مثلا عندك ويب سيرفر رقمه 17 او 20، عندك مثلا اي بي انت حاجزه للدي ان اس، عندك اي بي حاجزه لل مثلا سكندري دي ان اس. ذولا
كلهم تشوفهم لحد اخر اشقد انت من الاي بي انت حاجز. مثلا خلينا نقول لحد العشرين هذه الاي بيات، هذا الرينج من الاي بيات من الواحد للعشرين، هذا الرينج الاي بيات كلها محجوزة. طبعا مو بس يعني مش بس هيك تعمل هذا الشيء، يعني انه انت لازم تفكر للمستقبل ايضا. يعني مثلا اذا كان في عندك 20 اي بي محجوز، يعني محجوز محجوز بالنيتورك، اوكي، من 1 ل 20 محجوز خلاص، لازم تخلي ايضا سبيس. لان ليش؟ ممكن انه يجيك ويب سيرفر ثاني، يجيك خلينا نقول الاستيك سيرفر، كول سنتر مثلا، اوكي. زين هذول الاي بي ات منين راح تجيبهم؟ ذولا ايضا راح تعملهم ستاتيك، لان ذولا يحتاجون ستاتيك اي بي، وذولا لازم تخصصهم من او تطردهم من الدي اتش سي بي. فلذلك مثلا انا على سبيل المثال راح اختار ايش جيت، لازم فد رينج يكون مثلا 150 مثلا. انا بالنسبه لي راح اختار 150، طبعا انت ممكن تختار من 30، انت حر. مثل ما قلنا اطرد مجموعه اي بيات اللي انت تستخدمها للسيرفر، بلس الاي بيات ايضا تخلي لك فد رينج اخر، مثلا فد 20 اي بي او 30 اي بي حسب حجم الشركه. هاي اي بيات ايضا محجوزه تكون لك حتى لا اليوزر ياخذها، لان الدي اتش سي بي ما تنطي للرينج خلاص، منين يبدا وين ينتهي راح يلعب بيهم براحته، ينطي براحته. زين، فليش اقول لك دائما انت طلع من عندهم مجموعه اي بيات؟ ليش؟ حتى هاي الاي بيات من تعملهم ستاتيك ما ينطيهم لحاسبه اخرى، ما يتصرف من كيفه. مو مثلا انت لو تبدي منها مثلا على سبيل المثال تبدا من 1، اوكي، يعني مثلا 192.168.10.1. زين، هذا ممكن انه لما يربط احد بالسيرفر ينطي له اي بي مالت السيرفر نفسه. فلذلك لازم تكون الرينجات يعني ما تكون مثلا من 1 راسا، لا، تشوف كم اي بي انت عندك محجوز بالنيتورك، 1 دي ان اس، ولا مثلا تقول للسيرفر مثلا اذا عندك مات البرنتر طابعات، تمام، عندك مثلا ويب سيرفر، عندك كلهم الاي بيات مالتهم هذول، مثلا تحجز رينج من 1 لحد 20، هذول نحجزوا. كذلك تخلي بلان اللي احنا نسميه بلان نتورك بلانينج، انه تفكر للمستقبل ايش قد ايضا لازم اخلي فد رينج اخر، تمام، بيني وبين ال دي اتش سي بي. فراح اختار من 150 لل اند رينج، وين ينتهي الرينج مالتك؟ 192.168.10.200، راح اخليها لحد 200. فعندي من 150 ل 200. لازم احدد ايضا وياها شنو السب نت ماسك. سب نت ماسك 255.24 راح يكون 255.255.0 هالشكل. فنضغط انتر اذا ما عدنا اخطاء، مفروض انه يصنع لنا اياه. اند انتصرنا، تمام. نجي نقول له set minus DHCP server v4، لان احنا عندنا شغل على version 4، لازم نعطي له ال option value. شنو هو ال option value؟ ال option value لازم نحدد ال DNS server، لان احنا ما حددنا ال DNS server لهذا النيتورك، احنا بس نعطينا له IP. زين DNS مالته منو؟ 192.168.10.10 هذا منو؟ هذا IP السيرفر، صح؟ سيرفر 2019، هذا IP السيرفر، هو اللي راح يكون DNS. وهذا الشيء كنا نعمله لكل الحواسيب، صح؟ عملناه للكور، عملناه لصديقنا اللاق ويندوز 10. فنجي هنا لحد أيضا شنو؟ الراوتر. فنقول له الراوتر مثلا راوتر اللي دي يغذي السيرفر، اوكي، راوتر 192.168.10.1 راح يكون هالشكل. يعني الراوتر دائما نمبر 1 ياخذه. حلو، نجي نقول له شنو ايضا؟ نجي نقول له set DHCP server V4 scope
لازم ننطي له اي دي سكوب اي دي اللي هو راح يكون الرقم مالت السيرفر نفسه، الدي ان اس سيرفر نفسه والاي بي مالت السيرفر نفسه. دا نقول له ماينس الليس ديوريشن كلش قد ويعمل ابديت. مثلا ممكن نطيله 8.00.00.00. يس هالشكل. هاي بالنسبة للليز ديوريشن. خليني اكتب الليز ديوريشن اتصور صحيح مو سكوب اي دي اند يس تمام. سو هسه شلون اتاكد من هذا الشيء؟ بسيط جدا، انه تجي على السيرفر سيرفر مانجر ما ننسى، اند راح تلاحظ هنا تولز عندك شيء اسمه دي اتش سي بي. حلو، بس هنا عندنا شنو؟ خلينا نقول كلوز. في عندنا بلاوي اوتوماتيك ريفرش. لاحظ هنا دي اتش سي بي كونفجريشن كومبليت دي اتش سي بي كونفجريشن، هذا مهم جدا. زين هذا نضغطه هنا نجي نقول نيكست. اند شو يقول هنا؟ خلي هذا شوي نكبره. اوبس تمام. اند هذا شوي نكبره شلون؟ اند هنا شي سألنا ما عندي شي هنا عادي على السيرفر نفسه. خلينا نقول كومنت اكسلنت. شوف لاحظ دان دان كلوز. كلوز هسه نجي على هنا هذا الريفرش اوتوماتيك ريفرش يقول انا دا اشتكي من عنده. تمام هسه نجي هنا أنا اروح على ال دي اتش سي بي. حلو راح يظهر عندنا ال دي اتش سي بي. تقدر هذا كبره بهذه الصورة and تجي هنا أنا لاحظ اي دي اتش سي بي and لاحظ فيرجن 4 وفيرجن 6 هذا اللي احنا اشتغلنا عليه السكوب. تذكرون ادرس بول لاحظ 192.168.10.150 اللي عملناها و 192.168.10.200 اكسلنت. عندك السكوب اوبشن اوكي. لاحظ هنا الراوتر 192.168.10.1 اند الدي ان اس سيرفر 192.168.10.10. فبهالشكل نوصل لنهاية الدرس ونلتقي بعد الإفطار إن شاء الله. احنا تقريبا بعد 3 دقائق يبدي أذن المغرب. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. لهنا أقول لكم مع السلامة.